بحضور سمو الشيخ محمد بن مبارك الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، قام سمو الشيخ علي بن خليفة الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء اليوم برعاية حفل افتتاح مؤسسة مركز عبد الله بن خالد لرعاية الوالدين. وقد ألقى سمو الشيخ محمد بن مبارك الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء كلمة أكد فيها ما للمغفور له بإذن الله تعالى سمو الشيخ عبد الله بن خالد الخليفة طيب الله ثراه، من مكانة يجلها في ضوء ما كان يجمعهم من علاقة حميمة على المستويين الشخصي والعملي خلال سنوات عدة شهد خلالها الكثير من مآثره ومناقبه. وأضاف سموه أنه عمل مع المغفور له بإذن الله تعالى في مجال القضاء وتعلم منه الكثير، حيث كان محبا للخير ويسعى لحل القضايا بالحكمة والعدل، وكان المرجع للآراء البناءة والخيرة في مجلس الوزراء. وأعرب سموه عن عميق الشكر والامتنان لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى على مبادرة جلالته بتخليد سيرة الفقيد بإصدار أمره السامي بإنشاء وتنظيم كلية عبد الله بن خالد للدراسات الإسلامية لتنشر المعرفة والفكر في أرجاء عالمنا العربي والإسلامي. وأشار سموه إلى بداية انطلاق مؤسسة جديدة تسهم في تخليد اسم وأعمال سمو الراحل الكبير، وتعمل في ميدان له فيه الكثير والكثير من الأدوار البارزة والمآثر الكبيرة، وهو عمل الخير، ذلك المجال النبيل الذي دعت إليه شريعتنا الإسلامية السمحة، لما لذلك من دور كبير في سمو الإنسانية والإسهام في توفير الحياة الكريمة. وأكد سموه أن مسيرة سمو الشيخ عبد الله بن خالد الخليفة رحمه الله جسدت تلك المعاني والمبادئ الرفيعة، فقد حفلت حياته بالعمل الإنساني والإسراع في مجالات الخير والبذل والعطاء، فكان نموذجا يحتذى به في تلك المجالات الخيرة. وقال سموه إن افتتاح مؤسسة مركز سمو الشيخ عبد الله بن خالد الخليفة لرعاية الوالدين يأتي إضافة للعمل الخيري لتسهم في ترسيخ ثقافة العطاء، وأن ما يزيد اعتزازنا هو التيمن باسم سموه طيب الله ثراه الذي ضرب بخصاله وصفاته وأخلاقه ومبادراته الخيرة وفي إنسانيته وإنجازاته في كافة المناصب التي تولاها بكل حكمة واقتدار، ضرب أروع الأمثلة في الإيثار والعطاء والبذل لكل من يريد السير على دربه والاقتداء بمواقفه. وفي الختام أعرب سموه عن شكره لسمو الشيخ علي بن خليفة الخليفة على رعاية هذا الحدث وتهنئة جميع المكرمين، متمنياً لمؤسسة مركز سمو الشيخ عبد الله بن خالد الخليفة لرعاية الوالدين كل التوفيق والسداد. من جانبه أكد سمو الشيخ علي بن خليفة الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء أن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، تولي اهتماما متناميا بكبار السن وتحرص على تهيئة البيئة التي تحفزهم على استمرار العطاء، لافتا سموه إلى أن كبار السن اليوم هم القدوة في البذل والعطاء. استذكر سموه مناقب سمو الشيخ عبد الله بن خالد الخليفة رحمه الله وإسهاماته الكبيرة وما تركه من إرث من العمل الوطني والبصمات الواضحة في العمل الحكومي، مؤكدا سموه بأن أعمال المغفور له بإذن الله تعالى ستظل خالدة في الذاكرة الوطنية. ونوه سموه بفكرة المركز وما سيقدمه من خدمات مبتكرة تعزز استمرار مساهمة كبار السن في المجتمع وتكفل لهم البيئة التي توفر لهم الراحة والأجواء الاجتماعية الودية، لافتا سموه إلى حرص مملكة البحرين على توفير البيئة التي تساهم في توسيع الإدراك بمضامين العمل الاجتماعي وأثره الإيجابي على تعميق الصلات بين أفراد المجتمع. وخلال الحفل ألقى معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله الخليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة كلمة قال فيها إن سمو الشيخ عبد الله بن خالد رحمه الله كان قدوة لمعاليه ولكافة أبنائه في الإخلاص والعمل،
واستعرض معاليه إنجازات الفقيد في العمل الحكومي ورعاية دور العبادة ودوره في كتاب الميثاق الذي هو أساس التطورات الديمقراطية في عهد جلالة الملك المفدى. أصحاب السمو والمعالي والسعادة، الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشارك في هذه المناسبة العزيزة على نفسي من واقع المغفور له بإذن الله تعالى سمو الشيخ عبد الله بن خالد الخليفة طيب الله ثراه، من مكانة أجلها في ضوء ما كان يجمعنا من علاقات حميمة على المستويين الشخصي والعملي خلال سنوات عدة، شهدت خلالها الكثير من مآثره ومناقبه التي كانت محل التقدير والإكبار من قبل كل الذين عاصروه في مجالات الحياة المختلفة. فقد عرفته عن قرب حيث عملت معه في مجال القضاء وتعلمت منه الكثير، فقد كان محبا للخير ويسعى لحل القضايا بالحكمة والعدل، وكان المرجع للآراء البناءة والخيرة في مجلس الوزراء، كما قاد رحمه الله مراحل تطوير وزارة العدل والشؤون الإسلامية إلى أرفع المستويات. وأود هنا أن أتوجه بعميق الشكر والامتنان لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه على مبادرة جلالته بتخليد سيرة الفقيد بإصدار أمره السامي بإنشاء وتنظيم كلية عبد الله بن خالد للدراسات الإسلامية لتنشر المعرفة والفكر في أرجاء عالمنا العربي والإسلامي، كما كان يسعى دائما فقيدنا الراحل رحمه الله. نشهد اليوم بداية انطلاقة مؤسسة جديدة تسهم في تخليد اسم وأعمال سمو الراحل الكبير، وتعمل في ميدان له فيه الكثير والكثير من الأدوار البارزة والمؤثر الكبير، وهو عمل الخير، فذلك المجال النبيل الذي دعت إليه شريعتنا الإسلامية السمحة، لما لذلك من دور كبير في سمو الإنسانية والإسهام في توفير الحياة الكريمة وتأكيد التكافل الاجتماعي وتقوية الروابط والصلات بين أفراد المجتمع ليكونوا بنياناً يشده بعضهم بعض. فقد حث تعالى عباده على فعل الخير، فقال تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، وقال أيضا: وتعاونوا على البر والتقوى، وقال جل شأنه: فمن تطوع خيرا فهو خير له. إن المسارعة في عمل الخير وتقديم العون ومساعدة الآخرين هو الزاد الحقيقي الذي ينتفع به الإنسان في آخرته، والآخرة خير وأبقى. فالتنافس بين الأفراد والمؤسسات في الأعمال التطوعية لهو التنافس المطلوب والمحمود الذي يبرز ويعزز التكافل الاجتماعي وينشر الخير والمساواة بين أفراد المجتمع. ولقد جسدت مسيرة سمو تلك المعاني والمبادئ الرفيعة، فقد عاش رحمه الله محباً للناس، حفلت حياته بالعمل الإنساني. إن المركز سمو الشيخ عبد الله بن خالد آل خليفة لرعاية الوالدين يأتي إضافة للعمل الخير لتسهم في ترسيخ ثقافة العطاء، وأن ما يزيد اعتزازنا هو التيمن باسم سموه طيب الله تعالى الذي ضرب بخصاله وصفاته وأخلاقه ومبادراته الخيرة في إنسانيته وإنجازاته في كافة المناصب التي تولاها بكل حكمة واقتدار، أروع الأمثلة في الإيثار والعطاء والبناء لكل من يريد
السير على دربه والاقتداء بمواقفه التي تؤكد أن سموه ما يزال حياً في قلوبنا بسيرته العطرة وعطاه اللامحدود. لقد فقدت البحرين بوفاته الإنسان والداعية والمؤرخ والمرجع لتاريخ البحرين والمنطقة العربية، وعزانا في ذلك كله أنه ترك إرثاً نعتز به وجيلاً من الأبناء والأحفاد يشهد الجميع بإخلاصهم وكفاءتهم في العطاء. وفي الختام لا يفوتني أن أشكر سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة على رعايته هذا الحدث، والتهنئة لجميع المكرمين، متمنياً لمؤسسة مركز سمو الشيخ عبد الله بن خالد آل خليفة لرعاية الوالدين كل التوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تزامنا مع استذكار إسهامات المغفور له بإذن الله تعالى سمو الشيخ عبد الله بن خالد بن علي آل خليفة طيب الله ثراه على المستوى الوطني والعربي في المجالات الإسلامية والاجتماعية والإنسانية، افتتح مركز مؤسسة المغفور له بإذن الله لرعاية الوالدين لعموم كبار المواطنين في المملكة بحضور عدد من المسؤولين والوزراء وكبار المواطنين، حيث يعد هذا المشروع أحد الصروح الوطنية التي تحظى ببصمات المغفور له بإذن الله التاريخية وذكرى مسيرته الخيرية المتواصلة التي تسير على نهجه ذريته الكريمة في العمل الإنساني. اليوم الحقيقة نفتتح مركز سمو الشيخ عبد الله بن خالد رعاية الوالدين، وهذا الحقيقة عبارة عن نوع من مركز مثل نادي حق كبار السن والمتقاعدين، فيه كثير من الأنشطة الحركية والنشطة والرياض يعني والتثقيفية، وفي نفس الوقت فيه مكانات حتى يعني لإنجاز بعض الأعمال عن طريق الكمبيوتر، وفي ناس يعلمونهم على هالمسائل هاي كلها. وهي الحقيقة شيء خدمة من الجمعية اللي كان الوالد من آخر يعني رأسائها قبل يتوفى، والحمد لله يعني هذا شيء كنا نسعى له من زمان وإن شاء الله تحقق. للأمانة أنا معرفتي في سمو الشيخ عبد الله بن خالد رحمة الله عليه تمتد يمكن لأكثر من 30 سنة بحكم صداقته هو مع أبوي رحمة الله عليه، وهم الاثنين وبقيادة سمو الشيخ عبد الله رحمة الله عليه تمت الكثير هناك من الأعمال الخيرية وأفكار كانت تنبع منه، ومنها هذه الجمعية كانت من فكرة صادرة منه رحمة الله عليه. هو كان إنسان يعني منبر للخير، منبر للحكمة، منبر للعطاء. ويعنى هذا المركز في تنفيذ برامج عصرية وحديثة لمنتسبيها، ما سيسهم في تنمية قدراتهم وطاقاتهم وبناء المسن النشط والمقتدر لإعادة إسهاماته في مختلف أشكال التنمية المجتمعية، وسيتم إصدار كتاب خاص يتناول جوانب من حياة المغفور له بإذن الله تعالى الشخصية والعملية. المركز اليوم هو في طبعا قاعة استراحة وقاعة الترفيه، وأيضا مركز المأكولات والمشروبات اللي هو المقهى الصحي، أيضا يحتوي على المنصة الإلكترونية ليمكن كافة المنتسبين من كبار السن أو من متقاعدين بالتعامل مع كل أو عمل إجراءاتهم الحكومية من خلال المنصة الإلكترونية الموجودة طبعا في المركز. وسيبقى مركز مؤسسة المغفور له بإذن الله تجسيدا لنفس زكية طيبة تركت بالق الأثر بعد رحيله، وأبرز القامات الوطنية المخلصة الذين أفنوا حياتهم في خدمة مملكة البحرين بكل ود ووفاء على مدى عقود من عمره، ليترك رحمه الله أثرا خالدا يتجلى من خلال سيرة نموذجية حافلة بالخير والعطاء والعمل الجاد التي أكسبته حب الجميع واحترامهم. افتتاح مؤسسة مركز المغفور له بإذن الله سمو الشيخ عبد الله بن خالد آل خليفة لرعاية الوالدين استذكارا لمناقبه وأعماله الجليلة في سبيل هذا الوطن وما تركه من إرث خالد في وجدان كل بحريني. طلال نايف لمركز الأخبار، تلفزيون البحرين.